طبعا اليوم عندي مقابله بهاي الاذاعه، راح اخبركم شو اسمها، بس حابين انت تعرفوا كمان كيف احنا بنعمل مقابلات، فيلا معي عشان ندخل على المقابله. يلا. وشيء كثير اليوم هيك يعني حابين نشارك الجميع بهالمناسبة الرائعة. اليوم في معنا فنان أردني يعني بصراحة مكسر الدنيا، شخصية رائعة، شاب يا الله ما أحسنه بالحياة، شاب هيك مرتب ولطيف وخفيف جدا جدا، الفنان الرائع يحيى سويس. علينا يا رجل. حبيبي حبيبي صراحة محمد. يعني أنا كثير مبسوط إنه أنت اليوم معنا. اليوم في أكثر من مناسبة نحن عم نمر فيها، أكيد عيدنا عيد الاستقلال طبعاً، وأكيد كل عام اليوم كمان آخر حلقة اليوم في يا ليل لهالموسم. الله يعطيكم العافية، وزي ما بيحكوها بالعربي الفصيح ختامها مسك. والله ما حدا مسك إلا يا زلمة أنت، شو هذا زمان. يحيى يعني أكيد أنت غني عن التعريف حبيبي، وكل الناس بتعرفك، بس بحب دائما هيك بكل يعني حلقة من برنامجنا نعرف الناس ونخلي الشخصية اللي دائما بتشوفها بالتلفزيون أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك تكون أقرب للناس. اليوم في كتير ناس عم بيسمعوا، وأنا عندي الفيسبوك يعني صار فيه بلاوي زرقاء من وراك، فبحب تحكي للناس وتقرب للناس أكثر وتحكي للناس مين يحيى سويس. يحيى سويس فنان أردني. فنان أردني شارك بعدة مهرجانات وأهمها طبعا برنامج ستار أكاديمي. أكيد. الحمد لله رب العالمين، هذا البرنامج خلينا نحكيها بالعامية قطع لي شوط كبير إنه عرف الناس علي وخلاني شوي قريب للعالم. أكيد. وبلدنا هي شوي بتحب هاي البرامج وبتحضر هاي البرامج. قد ايه ضاف لك برنامج ستار اكاديمي ومشاركتك، ويعني كيف قررت انه انا لازم اشارك؟ امتى حسيت باللحظه اللي خلص انا لازم اطلع واوصل لهالبرنامج واشارك فيه؟ والله انا بكل صراحه هالبرنامج بحبه لانه كان فيه يتميز باشياء كثير، انه 24/24 ببيت واحد بتتعرف على ناس كثار، بس الحمد لله رب العالمين هي اجت بالصدفة بس زبطت معي. كيف صدفة؟ يعني انا ما كنت يعني مقرر انه 100% انه ادخل ستار اكاديمي، انه يمكن حكيت صعب عرفت علي، بس الحمد لله الله وفقني. ما بنقدر نبلش برنامجنا غير او فقرتنا معك غير لما تسمعنا اي شيء. بنسمعك ليش لا. يلا. لازم قال شو بدك بالقيل وقال لو شو ما قالوا لك عني، لك هودن ما بيهدى لمبال لحتى ياخدوك مني، شو بدك بالقيل وقال لو شو ما قالوا لك عني، ولك هودن يس. ليه ترددت؟ لانه كم سنه اخذت معك الجامعه؟ والله انا شوف انا احكي لك بكل صراحه، انا كان في شغلتين بحياتي. هلا انا بوقت دراستي كنت يعني بين خيارين، يا بدخل ستار اكاديمي يا بتطلع بتكمل. قسما بالله أوه. دخلت ستار اكاديمي. شو راي اهلك بهذا القرار؟ قراري هذا ابدا ابدا. انت مدلل اخر واحد. مش شغله مدلل، هذا الاشي اللي انا بدي ارتاح فيه. هلا يمكن امي ولا اخوي يعني مش رح يرتاحوا بالقرار، بس أنا مرتاح فيه ومش ندمان عليه. بالعكس ولا يوم ومبسوطين كمان هم. يعني دائما هاي المسج بنحب نحكيها دائما لكل حدا، إنه عن جد يعني الدراسة حلوة ومفيدة، بس نوعا ما حلو لما يكون أنت تأخذ قرارك بكل شيء. احكي لنا هلأ شو المشاريع الجديدة ليحيى؟ هلأ بنشتغل على أغنيتين، إشي رومانس مصري وإشي اللي هو اللون الجبلي اللبناني. حلو. أو اللهجة البيضة بنسميها إحنا. أوكي. نشتغلهم عند الأستاذ وائل الشرقاوي. والله. بنوجه له تحية أكيد طبعاً. أكيد بنوجه له تحية. رح يتم تصويرهم إن شاء الله يعني بعد ما نخلص الأمور هاي. عندي مشاركة، وهاي المشاركة كتير أنا بفتخر فيها. أكيد. لأنه أنا رح أكون بالمسرح الرئيسي للمسرح الجنوبي. وحلو بالموضوع إنه أنا رح أغني ببلدي.
حلو طبعا. وعلى أكيد. مسرح اي حدا بتمنى يغني عليه اكيد. فرح اكون مبسوط. وان شاء الله يا رب ربنا يوفقنا ونضل نقدم الرساله الحلوه للعالم. يعني صار في عندك موقف اول ما رجعت من ستار اكاديمي لعمان بحدائق الحسين؟ بس تعرف شغلي لما هجموا عليك الناس. تعرف كمان حطونا بمكان بتذكر قسما بالله العالم دش يعني الشرطة دشرت العالم أخذت أخوي بالغلط. لا هي شوف أي بني آدم مش أنا بس من خريج ستار أكاديمي صار له هالحالة هاي طبعا عرفت علي طبعا. وكان في استقبال بالمطار وزمامير وكذا عن جد. يعني انا كمان بتذكر انه كانت نازله بال2009 اظن سياره جديده كانت نازله مش الي يعني بس انه كانت سياره بالبلد نازله تكسرت بالضبط يعني قسما بالله من ورا هي سويسرا من ورا العالم اللي كانت. فبالعكس هي محبه من الله يعني واي حدا بتمناها يعني طبعا صراحة. اكيد يعني وانت بتستاهل بصراحه حبيبي الله يخليك يعني الله يسلمك. جد انسان هيك قريب من القلب و الله يسلمك حبيبي إنسان سهل عن جد